شبابي وهران يا سيدي عذابي وهران يا روح شبابي وهران السيدي عذابي وينكم يا ولاد بلادي علولا في المسرح ينادي في المغنى أحمد وبلاوي وفي الراي الراي خالد والحسني وهران يا مكي وليتي واليوم شهد فنك وفني وهران يا مكي وليتي واليوم شهد فنك وفني. مرحبا بكم كل وهران جميعا جمهور الكلام. اليوم نحتفل يوم العالمي للموسيقى في معهد سيرفانتيس كما كل سنة. في هذه المناسبة هذه المرة ستقوم معنا فرقة موسيقية وهرانية اسمه غيفيرس. غيفيرس هما ثلاثة من الموسيقيين الوهرانيين جاسين جمال. هما فرقة موسيقية ولدت في معهد سيرفانتيس في عام 2022 هناك ويرجعوا إلى معهد سيرفانتيس ليحتفل يوم العالمي للموسيقى. Buenas tardes, público de Orán. Hoy celebramos el Día Internacional de la Música con el grupo Revers de Orán. Classique et contemporain. On va vous faire un petit passage de deux chansons que j'imagine que vous devez tous connaître. Donc je vous invite à chanter avec nous. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. Merci. Thank you.
Intéressés, on va passer le vendredi prochain au théâtre, donc je vous invite à venir nous regarder avec un groupe plus grand et plus de variété niveau musique. Oui. And on drums we have Danny. On bass we have Ramzi. And on guitar Ali. I'm